في خلال 24 ساعة الماضية كان المرشح الرئاسي حمدين صباحي يحتل الخبر الأول في تقريبا معظم المواقع الإخبارية. النهاردة بالطبع كان إعلان حزب التحالف الاشتراكي كما هو متوقع دعمه لحمدين صباحي ليصبح مع حزب الدستور هما الظاهرين السياسيين للمرشح الرئاسي. لقاء حمدين مع شباب الثوار والقوى الثورية أيضا تحول إلى رأس موضوع في 24 ساعة الماضية. معركة أثرتها صحيفة اليوم السابع وموقعها لما نشرت ما أطلقت عليه أنه تسريب لما حدث، تحدثت فيه عن أن حمدين صباحي يعد القوى الثورية بمحاكمة المشير عبد الفتاح السيسي عن جرائم ادعى الحاضرين أن هو ارتكبها. حملة حمدين سارعت بنفي هذا الخبر وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع إليها. تطور لاحق، النهاردة حمل موقع اليوم السابع نشر بيان الحقيقة لم يفهم منه أنه تكذيب ولم يفهم منه أنه تمسك بالقصة. ما ذكروا اليوم السابع هي أن هم بيرفعوا التسجيل اللي كان موجود على موقعهم الإلكتروني، وأن سبب رفع التسجيل حتى لا يستمر الاشتباك مع المرشح الرئاسي حرصا على الحملة بعد ما تأكدت من صدق مصادرها. الحقيقة أن المسألة تحتاج ربما لتوضيح أكتر من اليوم السابع، يعني إيه وقف الاشتباك مع المرشح الرئاسي، وهل إحنا كصحفيين لما ننشر خبر نكون متأكدين أنه هو حقيقي؟ ده بيجعلنا في محل اشتباك أو جزء من معركة سياسية، خصوصا أن حملة حمدين صباحي كانت قد أعلنت بشكل قاطع نفي كل ما جاء على موقع اليوم السابع جملة وتفصيل، وهو أيضا ما ذكره حمدين صباحي صباح اليوم النهاردة وهو بيتكلم أمام حزب التحالف الاشتراكي الذي أعلن تأييده له. أجملنا هذه التطورات في هذا التقرير، نشاهد. للإعلان عن دعمه للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، عقد اليوم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب معلنا تأييده لمواقفه النضالية ودعمه له كمرشح في انتخابات الرئاسة. نحن نعلم أن حمدين صباحي سيتعرض ويتعرض لحملة ضارية هدفها تشويبه وهدفها هز ثقة الناس في ثبات مواقفه، وهي تبحث له في ماضيه وفي تاريخه عن مواقف تضحى في غير سياقها كما حدث بالأمس عندما نسب إليه أنه يعني أطلق عبارة معينة. خلال المؤتمر دار الحديث حول التسريبات التي نشرت مؤخرا عبر المواقع الإخبارية للمرشح الرئاسي والتي أثارت جدلا واسعا بعد حديثه عن تطبيق العدالة الانتقالية. لما نتكلم عن عدالة انتقالية فهذا معناه من وجهة نظر أن جرائم الدم والمصابين ونهب المال العام والإفساد السياسي بالذات تزوير الانتخابات هيكون ثلاث جرائم اللي العدالة الانتقالية كتشريعات ومؤسسة تقوم عليهم معنية ماشي، وده يشمل الناس من اللي أول زوروا الانتخابات في أيام مبارك. يعني أنا ما يفرقش عني اللي خلى انتخابات 2010 تبقى مذبحة للديمقراطية عن الدم وسلساله اللي بدأ من 25 يناير لحد النهاردة. أنا مش هاجي بقى للي ماتوا من الإخوان المسلمين وما كانوش بيشتغلوا في الارهاب وهم سلميين دول كتير واقول لهم انتوا دمكم منكور، انا عاوز اقفل الصفحه دي. من جانبها نفت حمله حمدين صباحي ما ورد بهذه التسريبات. يوم بعد يوم يزداد الصراع الرئاسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيه، وربما تحمل الايام القادمه كثيرا من الاحداث. على الهاتف معي الأستاذ أحمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك الزملاء. حضراتكم نفيتوا تماما ما جاء فيه التسريب وتحول الأمر لفكرة هل حمدين قال هذا الكلام أم لم يقله ولا اقتطع من سياقه، وإن الحديث عن العدالة الانتقالية هو سؤال مشروع وملح. لو تحط لنا المسألة في نصابها من وجهة نظر حملتكم. يعني أولا الحديث عن قوانين العدالة الانتقالية ده جزء رئيسي من برنامج حمدين صباحي وتحدث به باستفاضة وتحدث به في وسائل الإعلام وأيضا داخل هذا اللقاء. ما نشر في اليوم السابع ودي ثاني مرة حدث هذه الاشتباك خاصة مع اليوم السابع. أول مرة أنا كنت دخلت في مداخلة مع الأستاذ خالد صلاح على قناة النهار حوالين منشئة النشرة من أربعة أيام حوالين اتفاق أو تنسيق ما بين حملة صباحي
محمد المشير عبد الفتاح السيسي بما يسمى بميثاق شرف. وانا قلت له استاذ خالد هذا الكلام لم يتم، واحنا لدينا ميثاق شرف تم الاعلان عنه، لكن ما فيش اي او اي كلام تم او ما بيننا بشكل مباشر او غير مباشر بين حمد حمدين. ثلاث ايام نشر ما نشر على موقع اليوم السابع حمدين سر الاتحاد. لا طبعا انا مش هكتب من الجزء اللي حضرتك اذعتيه تكمله، يعني هم ناشرينه انا مش هرجع ليه الا هم ناشرين. خلي الناس تسمع، يعني هم نشروا الجزء اللي احنا زعناه. هل في جزء تاني كان فيه كلام واضح وصريح بيقول في حمدين صباحي ان هو سيحاكم المشير السيسي؟ مفيش الكلام ده. ما انا بقول اللي هم نشروه على اليوم السابع سواء الجزء اللي حضرتك اذعتيه او الجزء الثاني، هم ذاعوا جزئين امبارح مساء على موقع اليوم السابع موجودين، الناس ممكن تخش تشوفهم. نص ما قاله حمدين نصا في هذه الجمله اتكلم عن العداله الانتقاليه بها اللي محرك الجزء الاولاني، وعندما وجه اليه سؤال حوالين المشير عبد الفتاح السيسي قال انا لا اعامل المشير عبد الفتاح السيسي كمجرم بشكله، ويتكلم حوالين فكره تطبيق العداله على كل مخطط. جميل، والتفريغ كامل نشرته النهارده الطبعه الورقيه من صحيفه اليوم السابع. حضرتك ممكن تقري التفريغ الكامل او تفعل بطء، انا عايز التسجيل اللي هم انا اللي اقول يعني هم ناشرينه، مش انا ما نشرتش التسجيل، انا ما عنديش تسجيل، يعني انا لا امتلك تسجيل، هم ناشرين تسجيل خلي الناس مقلوب. انا بس كل بشكل رئيسي جريت اليوم السابع تنشر هذا الكلام بالرغم اني ما فيش. استاذ احمد في 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 صعوبه معانا في ان احنا نسمعك بشكل اوضح، لكن حضرتك ابقى معانا، احنا معانا كمان على الهاتف وارجو ان حضرتك تسمعنا وتفضل معانا يا استاذ احمد كامل. معانا عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع. استاذ الفتاح حضرتك سمعت الكلام اللي قاله الاستاذ احمد كامل النهارده الطبعه الورقيه المفترض انها نشرت تفريغ كامل لنص الحوار او نص الكلام اللي قاله حمدين. مع الاسف فقدنا الاستاذ عبد الفتاح، يبدو ان احنا عندنا مشكله في التليفون، اتمنى انها تنحل. استاذ احمد حضرتك لسه معانا؟ طيب، حتى نستطيع التواصل مره ثانيه مع ضيفينا احمد كامل وعبد الفتاح عبد المنعم لمعرفه تفاصيل ما جرى وخلفيه البيان اللي اصدرته النهارده صحيفه اليوم السابع ونشرته على موقعها الالكتروني، وسحبت بحسب البيان الموجود على صفحتها التسجيل اللي كانت نشراه على الموقع الالكتروني. زي ما قال الاستاذ احمد التفريغ الموجود والمنشور ايضا على صحيفه اليوم السابع في نسختها الورقيه خلا من العباره اللي كانت رغم انها مأخوذة كمنشطة. هنحاول نحن نفهم برضو هذا الأمر بشكل أوضح من زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم عندما تحل مشكلة التليفون في وقت قريب إن شاء الله. معايا أحمد كامل مرة تانية حتى نتواصل مرة تانية مع الأستاذ عبد الفتاح عبد المنعم. أنا بسأل حضرتك أستاذ أحمد، النهاردة حضرتك اطلعت على البيان اللي نشرته اليوم السابع وقالت إنها حريصة على عدم استمرار الاشتباك ما بين حملتكم وما بينها، تعليقك على هذا البيان لو تكرمت. اولا ما فيش اشتباك مع اي حد اعلامي او صحفي، يعني ده عمرنا ما هنكون في اشتباك بيننا وبين الاعلام ابدا نهائيا. الاشتباك هو اشتباك في تصدير الحقيقه، هو ده الاشتباك الحقيقي. انا لن اسال هو ازاي اتسجل او ازاي خرج، انت اصل ما فيش حاجه احنا نتكسف منها نخاف منها. هو اللقاء كان سري اصلا يا استاذ احمد؟ اللقاء كان سري ولا كان معلن؟ ولا معلن طبعا، وما تقول لي وسائل الاعلام عشان كده حتى لو كان اللقاء سري وسجل منه وخرج، انا ما بحاولش ان انا افحص في تسجيله او كيفيه خروجه بشكل مباشر. انا ما اقوله، انت عندك نص اذعته وحطيته على موقعك لا يوجد فيه هذا الكلام. يعني انا كل اللي انا مستغربه ليه المنشط مختلف مع ما جاء في نص الكلام؟ يعني ليه انا عارف يعني ايه صحفي يصيغ منشط. اوكي؟ طب هل انتوا اختلافكم كام مع المنشط؟ يعني هل ما جاء في متن الكلام مش موجود فيه الكلام اللي ذكر؟ انتوا اختلافكم مع صياغه المنشط؟ اطلب من حضرتك ان الاعداد عند حضرتك يجيب موقع اليوم السابع يلاقي التسجيل عليه كامله. الموقع اليوم السابع حذف التسجيل بحسب البيان اللي اسكت. يعني امبارح نزل اليوم السابع تسجيل خلاص، وانا سمعته والحمدين سمعته وكل الناس سمعته. انا بطلب منهم اللي نزلوه ينزلوه تاني وخلي الناس تسمعه. انا ما فيش شيء يعني ما يقال داخل التسجيل بسيت اليوم السابع نحن نؤمن به كاملة ومتمسكين بكل كلمة جاءت فيه
وما فيش كلمه جاءت متطابقه مع ما جاء في مانشستر اليوم السابع. طب هل في وجهه نظرك وتقديرك، لسه احنا بنتواصل مع الزملاء في اليوم السابع عشان نسمع وجهه نظرهم، هل كانت المساله مجرد يعني اضافه بعض التوابل مثلا في العنوان عشان يقرا؟ هل انا 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 ما اعرفش، بس في حاجه اسمها، في فرق بين ان انا اخد جزء مقتطع من النص واحطه بس يكون موجود. انا ما عنديش مشكله ان انت حضرتك تاخدي ايه وانا تقرب الصلاه، ده كتير جدا في الصحافه بيعملوها، ياخد جمله ويحطها ما فيش مشكله، لكن جمله لم تذكر فيضعها في منشط، دي كانت الغريبه بالنسبه لنا بشكل مباشر. اولا بس انا عايز اقول لحضرتك اللي حصل، انا بشكل واضح وصريح بالرغم ان هو مش موجود ما فيش اي اشتباك، وانا مقدر يعني ايه، واتمنى ان يكون الاعلام وبالذات لما تكون جريده محترمه ونقل لها تقدير واحترام كيوم السابع وكبقيه الجرايد اللي موجوده على الساحه، اتمنى ان هي مهنيه ورئيس تحرير مهني بالفعل والصحفيين موجودين على قدر عالي جدا من المهنيه. كنا نامل ان مع سماع الكلام اللي هم نزلوه، يعني جايز يكون الصحفي اللي ساغ الخبر ساغه خطا، مع سماع الكلام اللي هم نزلوه ان هم قالوا هينزلوه ونزلوه بالفعل، كان عليهم ان هم يقولوا تم صياغه الموضوع بخطا. مش عيب ان انا اعترف بالخطا ابدا، لكن لابد ان انا اقول لحضرتك اولا هذا الكلام بالفعل بيضر كتير، مش يضر باشتباك مع حامد حمدين، يضر بالاستقلاليه الصحافه وبمصداقيتها امام الجمهور. يعني انا كنت مستنظر بعد ما طلع البيان اليوم السابع ان احنا هننشر الحقيقه بالوثائق وبالادله المسموعه، نشوف يعني. طب ليه ما فكرتوش انتوا بتردوا ان انتوا تنشروا نص الكلام اذا كنتم سجلتوه باعتبار ان ده كان لقاء معلن وسائل الاعلام كانت حاضره فيه؟ انا بقول لحضرتك انا احمد وكحمله لا نمتلك تسجيل، انا ما عنديش تسجيل. التسجيل اللي نزلته اليوم السابع خدته زي ما هو من على اليوم السابع ونزلته على الصفحه الرسميه للحمل. يعني انا خدت النسخه اللي نزلتها اليوم السابع نزلتها على الصفحه الرسميه للحمل. تمام. يعني انا يعني ادي ما تنشره اليوم السابع. اليوم السابع اين هي عندها تسجيل؟ نشرت التسجيل. طيب انا بشكرك استاذ احمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بحمله حمدين صباحي، وباكد طبعا ان احنا ما احناش طرف في هذه المعركه، احنا اولا هي ما فيش معركه زي ما قال الاستاذ احمد وما فيش اشتباك، واننا حريصين فقط على استطلاع الحقيقه من كافه مصادرها، ولازلنا بنواصل محاوله الوصول لزملائنا في اليوم السابع لسماع وجهه نظرهم وتعلقهم الاخير في هذا الملف الذي نتمنى انه يكون اغلق، سواء البيان اللي نشرته اليوم السابع وبالرد حملة حمدين صباحي. إلى أن يتسنى لنا الحصول على رد وجهة نظر زملائنا في اليوم السابع بننتقل إلى